الوضع مزري جدا داخل الخيمه، يعني درجه الحراره بعد برا 45، داخل الخيمه بتلاقيها 47 48 درجه الحراره، وخصوصا اللي عنده خيمه وحده وعم يطبخ فيها شغله كبيره والله العظيم. كذا حاله اغماء صارت لدى اطفال حديثي الولاده ونقلناه على المشفى بسبب ارتفاع درجه الحراره. الوضع بالخيام بدون مروحة بدون شيء عبارة عن قاعد ضمن فرن، حرارة لا تطاق. قمنا فكرنا بطريقة بحيث الجو يكون لطيف لهالولاد، جبنا بدوني على بدون تبع مازوت، ما يغنى هالتكلفة الكاوينية، قصينا وجبنا مروحة سيارة مع بخاخ مي، شغلناهن على البطارية ولوح الطاقة بحيث نلطف الجو.